الشعر له دور في مثل هذه المحافل. باسمي وباسمكم نرحب بالشاعر والزميل الإعلامي مبارك سيف الدوسري. الله يمسيكم بالخير جميعا. في البداية نطلب الله سبحانه وتعالى أن يمن وطننا ويحفظنا ولا أمر وأن يحفظنا الشيخ الميمي والأمير الوالد اللي من أفضال الله سبحانه ثم أفضال الله يجمعنا في هذا المحفل الكبير. ثم كذلك نرفع الشكر لأبو أحمد عبد الله بن أحمد ابن طوار والأطوار والكواري وقبيلة تميم. المناسبة هذه غالية على الجميع. أبو أحمد حصد 3 ليالق مثل ما أسلف زميلي، وهذه كل ما توجد في المهرجانات، ورفع الأسعار واشترى الزين وجمعنا على الرهبة واحتكر بما يقول أن احتكر على صاحبي. ونقول ويش قويت أهل الهجر يا ابن طوار، البيارك معك ما عاد فيها ساعة، بارك الضفة حتى إجهار النهار وفي الصياد عبر وناركم ولع، وبارك المملكة شلته معك باختصار، قال جاسم نبيه وقلت روح انزع، وشلت بارك قطر في وسط دارة وصار، وقلت لو بعد رابع خذيته معه، وشلت بارك قطر في وسط دارة وصار، وقلت لو بعد رابع خذيته معه، ترخص المال مهرا في خيار الدكان. لا وقف سوقها بين العرب ترفعه كل ما شفتك حمرة طويلة فقال قلت سوقه بهذا اليمين ولا القعه احتكر كرصايه زمان فقال وقاسم الله الا من شاف ما تسمعه نظرتك ذاكره والراس يقدح قراه وكل ما زاد سعر الفارقه تشلعه كل ما ذهبت بارودك على الطيب ذاك لين حبيت وصفه وسط اشواطهم نعمه كل ما ذهبت بارودك على الطيب جاء لين حبيت وسط اجلابهم ما معك عندنا خصمون ما شغال وكل ما لابسك عود يدق تسمعه ما معك الملابس كون مال وشراب وكل ما لابسك عود يدق اصبعه انت فردك عليهم مثل الشمس النهار وهامتك فوق راس المدح متربعه يا بعيد الروابع يا وسيع المسار أنت مدة يمينك في القسم إشبعة وأنت لابن سقاهية وكل خبار في طرفها العرب والتاع ومربعة وأنت منت بالحالة مير جنبك حرام وأنت منت بالحالة مير جنبك حرام سفهم في ميادين الشرف منفعة العيال النشامة والخوان الكبار نجدهم بين عرف العرب تصنعه جعل حالك بخير وجعل وجهك مجاد يا كريم خذ الامجاد من منبعه يا كريم خذ الامجاد من منبعه روح سلام تنزل.